آخر التطورات وأيضا كيف تسير حركة الإجلاء في مطار كابول؟ في الحقيقة ما زالت الحوثي تعم هنا مدخل المطار. نحن متواجدين بالضبط عند مدخل المطار، حيث لا يسمح للراغبين أو اليائسين في الخارج، الآلاف عشرات الآلاف منهم في الخارج يحاولون الدخول إلى المطار فتمنعهم أو يمنعهم مقاتلو حركة طالبان بإطلاق الرصاص الكثيف من حين لآخر في الهواء، وكذلك بالضرب بالعصي ومختلف. الحقيقة مشاهد مأساوية لأطفال ولنساء يتعرضون لمختلف أنواع حتى الجرجرة على الطرقات وعلى الساحات هنا قرب المطار، من حين لآخر تتشقق دموع يحاولون الدخول إلى المطار، لكن يتم منعهم بالقوة وبإطلاق الرصاص. في الحقيقة مشاهد لا يمكن أن نقول إلا أنها مأساوية في هذه المنطقة، في منطقة المطار أو عند مدخل المطار تحديدا. الرصاص ينطلق من حين لآخر، واليائسون يريدون الدخول إلى المطار مما يكلفهم إصابات في بعض الأحيان بليغة، وفي بعض المرات تؤدي حتى إلى الوفاة. كنا من قبل أيضا زرنا المطار، شاهدنا حتى قتيلا على الرصيف، وكذلك ما زالت هذه المشاهد تتكرر، رغم أن الحركة تقول أنها تسعى جاهدة لضبط حركة المطار المدني المغلق، لكن في الحقيقة العبور إلى الجزء العسكري الذي يسيطر عليه الأمريكيون والقوات الأجنبية الأخرى يجب أن يمر عبر هذه البوابات. هنالك آخرون أيضا يغامرون عبر أطوار المطار عبر الأمداك الشائكة في محاولة للدخول إلى المطار، خاصة أثناء الليل. لكن تحدثنا إلى مسؤولين في الحركة وأكدوا أن المطار لن يفتح، أو الجزء المدني من المطار لن يفتح على الأقل قبل رحيل القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية في قبيل الفاتح من سبتمبر الشهر المقبل. كم يقدر الآن يعني تقريبيا عدد الحشود الموجودة في محيط المطار؟ هل جميعهم لديهم إذونات السفر وتأشيرات إلى الخارج، أم ما الذي ينتظرونه في حال لا يملكون هذه التأشيرات؟ في حال لا يمتلكون هذه التأشيرات ينتظرهم الرصاص، إطلاق الرصاص في الهواء، وأيضا الضرب بالعصي وبغيرها من الوسائل الأخرى العنف الحقيقة، حتى وإن كان معهم أطفال. والحصول هنا تمتد من هنا شارع البطار إلى غاية كيلومترات موجودة هذه الحصول، يائسون يحاولون الوصول إلى بوابات المطار، لكن الحركة تمنعهم ببساطة لأن ليس لديهم وثائق ولا جوازات سفر، لكنهم يريدون مثل آخرين غامروا ودخلوا ونجحوا في انتقاء رحلات أخذتهم إلى الوجهة. المهم الخروج من أفغانستان، ذاتهم الوجهة التي ستنقلهم إليها تلك الطائرات. الدخول إلى المطار في حد ذاته مشكلة عويصة، وإن دخل بعضهم إلى المطار ممن لا يمتلكون جوازات السفر، فإنهم نوعا ما أصبحوا في حال أمان، أو في حال على الأقل حجزوا قدما خارج أفغانستان، باعتبار أن كل من دخل المطار يصبح تقريبا في حكم اللاجئ، وعلى القوات الأجنبية أن ترحله لأنه دخل يائسا إلى المطار، هاربا إلى المطار، وبالتالي يصبح تقريبا في حكم اللاجئ. وهذا ما يسعى إليه الذين يأتون هنا إلى المطار دون وثائق، دون حتى وثائق هوية، لأن لا نقول فقط جوازات سفر. أمامي هنا حشود من النساء تحاولن الدخول إلى البوابة أو الوصول إلى البوابة، لكن مقاتلو طالبان يتصدون لكل من يقترب من البوابة بالرصاص، بإطلاق الرصاص في الهواء، أو وأيضا بالضرب بالعصي وغيرها من الوسائل المستخدمة الأخرى في منعه. نعم صابر، أيضا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصور لأمهات تعطي أطفالها لبعض الجنود والرعاية الأجانب لأخذهم خارج البلاد. ما تفاصيل هذه الصور؟ هل فعلا هذه الصور حقيقية؟ شاهدتها الآن وقعت أمامي هذه، لكن للأسف نمنع من التصوير، ممنوع التصوير هنا، لكن شاهدتها الآن مثل هذه المشاهد. أم فصلت عن زوجها
فصلت عن زوجها ووقع الطفل بينهما وفي محاولة يائسة أمام الأسلاك الشائكة في الحقيقة للأب يريد أن يعطي أو يريد أن يسلم الرضيع إلى الجهة الأخرى عبر الأسلاك الشائكة لكنه لم يستطع. أيضا صابر داخل المطار كيف تنظم الحركة؟ هل حركة طالبان إذا صح التعبير كلمة تنظيم كيف يتم ضبط الرحلات المغادرة؟ هل قوات طالبان هي فقط المسيطرة أم تشاركها بعض قوات الأجنبية؟ لا دخل لحركة طالبان في تسيير الرحلات. حركة طالبان تسيطر على جزء كبير من الجزء المدني من المطار. هنالك رواق آمن يتم العبور منه إلى من مدخل المطار إلى الجهة الأخرى إلى التي يسيطر عليها الأمريكيون في الجزء العسكري من المطار. يعبر منه المدنيون الذين تسمح لهم الحركة خاصة ممن لديهم وثائق والأجانب أيضا يدخلون عبر هذه البوابة ويمرون إلى الجهة الأخرى من المطار العسكري وهنالك يتم تنظيم الرحلات من قبل القوات الأمريكية والقوات الأجنبية ولا تخلل حركة طالبان في تنظيم الرحلات في تلك الجهة من المطار العسكري. أما المطار المدني فلا رحلات تنطلق من المطار المدني. شكرا. أو من الجزء المدني. نعم شكرا لك جزيلا صابر أيوب من محيط مطار كابول. شكرا لك.